استقبل وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزير المالية دكتور محمد معيد ذلك بمقر التنسيقية بجاردن سيتي. وخلال اللقاء أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي، ذلك من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. أوضح معيد خطة الوزارة للتحول الرقمي وكيفية مواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميا، ذلك بعد الأزمة الأوكرانية. هي تجربة مميزة، ويعني اعتقادي ان التجربة في حد ذاتها كويسة جدا جدا. الغالبية في التنسيقية شباب، كفاءات قادرة ان هي مع الوقت القضايا بتاعت الوطن وفي كل مجالات اقتصادية وسياسية هتساعد في وجود اجيال نقدر نعتمد عليها وتقدر تعتمد عليها مصر في خلال المرحلة القادمة. انا استفدت جدا، والتنسيقية يعني حريصة على التكامل بين كل الاطراف، واحنا بنستفيد واعضاء التنسيقيه بتستفيد انها تبقى شايفه الدوله المصريه شغاله ازاي، وايه التحديات اللي بتواجهها، وازاي نطرح حلول من خلال نوابنا وزمايلنا الاعضاء في التنسيقيه. تم النهارده حوار منفتح للغايه ما بين الوزير وما بيننا كاعضاء للتنسيقيه. تم عرض الوزير لرؤية الوزارة الخطة المالية اللي ماشية بيها مصر الفترة اللي فاتت والمتوقع تنتهجها الوزارة الفترة الجاية. اللقاء مع الدكتور معيد وزير المالية كان يعني ده إضافة لسلسلة اللقاءات اللي بتعملها التنسيقية مع المسؤولين في الدولة سواء وزراء أو رؤساء هيئات. أهم اللي اتكلمنا عليه، أهم مشاكل اللي بتواجه الموازنة بعد تعافي الدولة من كورونا اللي احنا لسه بعض أثارها، اتكلمنا في أزمة روسيا وأوكرانيا والدولة والحكومة بدأت تجهز ازاي، لأن طبعا في أثار هتزيد عالميا يعني زي أثار البترول وأسعار القمح. طرقنا لعدد كبير جدا من الموضوعات، يمكن كان أهمها الإطلاق بالنسبة لي كان دور التحول الرقمي في الوزارة وكيفية انعكاسه أو تأثيره على زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة تحليل المشروعات بشكل عام في مصر وأهميتها وأولوياتها وكيفية تمويلها. إزاي الوزارة عاملة إدارة للأزمات، إزاي هنقدر نجابه مثلا الزيادات في أسعار القمح أو البترول خلال الفترة الجاية، إيه السيناريوهات اللي الوزارة حطها استعدادا لهذه الزيادات بدون ما يبقى في تأثير على المواطن البسيط. تطرقنا كمان للشراكة مع القطاع الخاص، ازاي يتم استثمار وضخ استثمار مع القطاع الخاص.